بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 60. في أول صفحة كما نرى عندنا communication et acte de langage evaluation تقييم objet يعني هدف informer et s'informer sur un monument informer et s'informer sur un monument يعني أنك تخبر أو تخبر يعني أنك تعطي معلومة أو تأخذ معلومة بمعنى آخر sur un monument حول معلمة. هنا عندنا على معلمة، المقصود حول معلمة. Je m'exprime كما لو نقول أنا أعبر عن نفسي. J'observe les images، أنا ألاحظ الصور. Je lis le contenu des bulles. Je lis، أنا أقرأ le contenu. Le contenu يعني فحوى، يعني داك الشيء اللي موجود مثلا في واحد الساك يسمى contenu. داك الشيء اللي مكتوب فواحد الكتاب تيتسمى لو كونتوني. اذا نتكلم عن الفحوى، ما هو موجود داخل الكيس او داخل الغلاف يسمى لو كونتوني، او داخل حتى الكتاب كما قلنا يسمى لو كونتوني. طبعا هنا عندنا دي بيل، طبعا لي بيل هما هاد المربعات التي تعبر عن ما يقوله الشخص، اذا هذه تسمى دي بيل. هناك معنى اخر لكلمه بيل، مثلا الفقاعات تسمى دي بيل. اذا هاد المربعات او هاد الدوائر التي يكتب داخلها ما يقوله الشخص، طبعا في حالة الرسومات كالتي عندنا هنا، إذن هذه تسمى أيضا ديبيل. كما لو نتكلم عن فقاعات تحتوي كلاما يقوله الشخص، إذن جوبسيرف ليزيماج، أنا ألاحظ الصور. جولي لو كونتوني، أنا أقرأ المحتوى. ديبيل محتوى هاد الفقاعات أو محتوى هاد الدوائر أو المربعات كما عندنا هنا في هاد الرسومات. إذن جو ديسكوت، أنا أناقش. جو ديسكوت، أنا أناقش. ديسكوت يعني ناقشة. افيك دي مومبر، أنا أناقش مع أعضاء. لي مومبر هم الأعضاء. دي جروب، أعضاء الفريق. لي مونيمون يعني أناقش مع أعضاء الفريق. ماذا؟ لي مونيمون. إذا نتكلم عن معلمات، إذن أناقش مع فريق معلمات تاريخية طبعا. سيتي با لي زونفون يعني تكلم عنها الأطفال. طبعا من خلال هذه الرسومات سنرى بعض الأطفال يتكلمون عن بعض المعلومات التي رأوها. طبعا وأنا مع أصدقائي وأنا مع أعضاء فريقي سأناقش هذه المعلومات التي ذكرها هذه الأطفال. Je discute avec les membres du groupe les monuments cités par les enfants. إذا نرى الطفلة الأولى كما نرى على اليسار. جيبوكو أمي لسباس دو لا فونتين نجارين، سي اون بلاس افيك اون بيل فونتين. أميزي إي دي ماغازا، إي دي ماغازا كي دات دي سيكل باسي. جيبوكو أمي، أنا أحببت كثيرا لسباس دو لا فونتين نجارين. دو لا فونتين نجارين، أنا أحببت كثيرا. عادة الاسباس المقصود به هو الفضاء، ولكن ممكن أن تعني أيضا الساحة. إذن جيبوكو أمي لاسباس دو لا فونتين الجارين، يعني أنا أحببت كثيرا ساحة نافورة النجارين. سي اون بلاس افيك اون بيل فونتين، إذن إنه مكان أو إنها ساحة. إذن سي اون بلاس كما لو نقول إنها ساحة أو مكان، افيك اون بيل فونتين يعني مع نافورة جميلة. أميزي ثم متحف، ثم يوجد به متحف. إي دي ماغازا كي دات دي سيكل باسي، إي دي ماغازا كي دات، ومخازن أو دكاكين كي دات التي تؤرخ. كي دات التي تؤرخ، التي تؤرخ المقصود أنها تعود إلى تاريخ، التي تعود إلى تاريخ. كي دات دي سيكل باسي، كيدات دي سيكل باسي، التي تعود إلى تاريخ قرون مضت، يعني أنها تعود إلى عدة قرون. كل قرن طبعا يساوي 100 سنة، كما لو نتكلم عن، إذا كما لو نتكلم عن 200، 300 أو 400 سنة، إذا نتكلم عن دي سيكل باسي. إذا هذه الساحة تتضمن ماذا؟ إن بيل فونتين نافورة جميلة. أميزي ثم تتضمن متحفا، إدي مجازا
ثم حوانيت أو مخازن كدات لسيكل باسي التي تؤرخ لقرون مضت، يعني أنها تعود إلى تاريخ قرون مضت. إذا ماذا سيقول الطفل كما نرى على اليمين؟ إليا أسي، هناك أيضا، إليا يعني هناك، إليا يعني أنه كان هناك. إذن هنا عندنا إليا يعني أنه يوجد الآن، هناك أسي أيضا، المقصود أنه يوجد هناك أيضا لوموزوليد موليدريس، لوموزوليد موليدريس الأزهر. إذن يوجد أيضا هناك ضريح مولاي إدريس الأزهر، إذا المقصود مولاي إدريس الأول. إذن إليا أسي لوموزولي دو مولاي إدريس الأزهر، لو فونداتور دو لا فيل دو فاس، لو فونداتور دو لا فيل دو فاس، مؤسس مدينة فاس طبعا، وهو مؤسس أيضا الدولة الإدريسية. إذن لو فونداتور دو لا فيل دو فاس، إذن هو مؤسس، طبعا تأتي من فعل فوندي، فوندي يعني أسس، لو فونداتور دو لا فيل دو فاس يعني مؤسس مدينة فاس، لو فونداتور دو لا فيل دو فاس، سوموزولي، سوموزولي هذا الضريح، اي ديكوري دو بوسكولتي، يعني هذا الضريح، اي ديكوري، سوموزولي اي ديكوري، يعني أن هذا الضريح مزين، دو بوسكولتي يعني أنه مزين بخشب منحوت، سوموزولي اي ديكوري دو بوسكولتي. إذن هذا الضريح مزين بخشب منحوت، سوموزولي اي ديكوري دو بوسكولتي، سوموزولي اي ديكوري دو بوسكولتي، هذا الضريح مزين بخشب منقوش. لي مير سون تابيسي دو تونتور اون روج اي فير، لي مير سون تابيسي دو تونتور اون روج اي فير، يعني ان الجدران، لي مير سون تابيسي يعني أن مغطاة بأقمشة أو بورق الحائط. Les murs sont tapissés يعني أن الجدران مغطاة de tenture يعني أن مغطاة بالستائر. En rouge et vert يعني أن مغطاة بالستائر حمراء وخضراء. Des tapis immenses couvrent le sol. Couvre le sol. Les murs sont tapissés de tentures en rouge et vert. Des tapis immenses couvrent le sol. الجدران مغطاة بستائر حمراء وخضراء. Des tapis immenses. ثم زرابي ممتدة. كما نقول بأنها شاسعة. ممتدة. لا حدود لها كما نقول. Couvre le sol. تغطي الأرض. Le sol كما نقول التراب. ولكن نقصد بها أيضا الأرض. إذن دي طابي إيمانس كوفر لو سول، إذن زرابي ممتدة تغطي الأرض. طبعا عندنا لو فيرب كوفغيغ، عندنا لو فيرب كوفغيغ. ثم ماذا يقول الطفل؟ بلو لوا بعيدا، أنا أوسي في، أنا أوسي في يعني أننا أيضا رأينا القرويين، أنا أوسي في القرويين، أننا رأينا أيضا القرويين. Une mosquée très grande. إذن مسجد كبير جدا. Avec des fontaines partout. مع نافورات في كل مكان. Partout في كل مكان. Du marbre. يعني أن هناك رخام. Des portails. طبعا la porte. La porte المقصود به هو الباب. ولكن le portail المقصود به الباب الكبير. إذن في هذا المسجد الكبير اللي هو مسجد القرويين. إذن إليا دي فونتين بارتو، هناك نافورات في كل مكان، دي مابغ، هناك رخام، دي بورتاي أون بوا، ثم أبواب كبيرة من الخشب، دي بورتاي أون بوا، ثم هناك أبواب كبيرة من الخشب، سيت أون غروند يونيفرسيتي، إنها جامعة كبيرة، ديغيغ لا كراويين، وراء جامع القرويين. ثم تتكلم الإبنة ماذا تقول؟ ديغيغ لكراويين، وراء القرويين، وراء جامعة القرويين ماذا هناك؟ إليا أسي، هناك أيضا إن بيبليوتيك، إليا أسي، هناك أيضا إن بيبليوتيك، هناك مكتبة كي كونتيا
التي تتضمن سيرفاب كونتونير كي كونتيه التي تتضمن سيرفاب كونتونير هذا فعل تضمن كي كونتيه انفيرون التي تتضمن تقريبا انفيرون يعني تقريبا 3000 مانسكري يعني انها تتضمن تقريبا 3000 مخطوط مانسكري اذا نتكلم عن مخطوط كما نقول مكتوب باليد كما نرى عندنا مانسكري هذه الكلمة تتضمن ضمنها كلمة ما كلمة ما يعني يد إذن كما نتكلم عن مخطوط مكتوب باليد إذن ديغيغ لكاروين إليوسي ديغيغ لكاروين إليوسي إن ببليوتيك كونتي أنفيرو 3000 مانسكري إذن وراء القرويين هناك أيضا مكتبة تتضمن حوالي 3000 مخطوط وفي الأخير أقف وقفة لأقول بأن كلمة موزولي التي تعني ضريح في التعريف ديالها مونيمو فينيغير كونتونو لو كور داندوفا إذا نتكلم عن نص بين يعني خاص بواحد الجنازة نتكلم عن بناية يعني داخلها تتضمن جنازة شخص تتضمن جنازة متوفي تحتوي على جثة متوفي ولكن هذا البناء كاركتيريزي يعني أنه يتميز بار سي غران ديمونسيون يعني أنه يتميز بكبر أبعاده إذا نتكلم عن بناء كبير يتضمن قبر شخص متوفي إذا كاركتيريزي بار سي غران ديمونسيون يعني أنه يتميز بكبر أبعاده إي لا ريشيس دو سون أركيتيكتور وبغنى البناء المعماري وبغنى البناء المعماري يعني أنه يتضمن نقوش يتضمن زخرفة يتضمن أعمال لها قيمة إذن هذا البناء الضخم الذي يحتوي قبر شخصين متوفي إذن هذا البناء يتميز بأبعاده الكبيرة ثم بقيمة البناء المعماري المحاط بد القبر طبعا يطرح السؤال هنا لماذا كل هذا البناء وشساعة أبعاده ثم قيمة الأعمال المحاط بد القبر لماذا هذا البناء بشساعة أبعاده وبقيمة أعماله التي يتضمنها التي تكون في الغالب مكلفة ربما مثلا في الدول الغربية طبعا بزيارة الناس لهد الموقع الأثري ربما ليتذكر هذا الشخص وأعماله التي قام بها إلى آخره أما من منظور إسلامي فنحن كمسلمين نعرف بأن زيارة القبور تأتي من أجل السلام على الميت ثم الدعاء له وفي حالة كهذه مثلا نتذكر تاريخ مولاي إدريس الأول مثلا وأعماله الخيرية إلى آخره طبعا يمكن للزيارات أن تأتي في هذا الصدد من أجل تذكر هذا الشخص وأعماله الجيدة ثم الدعاء له عموما هذا الذي تكون من أجله زيارة القبور لكن أن تستغل الأضرحة فبشيء من المنطق والعقل ستجد بأن هذا الشخص المتوفي لن ينفعك بشيء فبشيء من المنطق والتعقل الإنسان عليه أن يسأل نفسه هل يريد لنفسه أن يكون شخصا مخدوعا يخدعه الآخر الأضرحة اليوم ببلداننا الإسلامية تعتبر سلاحا فتاكا خطيرا شائع الانتشار بحيث أنه يستغل جهل طبقات كثيرة يحسبونها من الإسلام الإسلام واضح الإنسان المتوفي لن ينفعك في شيء والأضرحة لن تنفعك في شيء مسألة منطقية أنك عليك أن تغير وتفكر وتقدر ثم تتوكل على الله إذن هذا هو الأصل أما أنك تعتمد على الميت فهو لن ينفعك في شيء على العكس هذا الميت بأعماله وأفعاله التي قام بها ينتظر منك أن تدعو له وتترحم عليه هذا هو الأصل أما أنك تزور الأضرحة ويستغلك الآخر في هذه الأضرحة كما نعلم بأن هناك أموال كثيرة تصرف على الأضرحة لماذا؟ لأنها تستغل جهل الناس طبعا على الإنسان أن يقرأ وأن يبحث طبعا كما رأينا في آخر هذه الصور الصغيرة ديغيغ لكراويين
Il y a aussi une bibliothèque qui contient environ 3000 manuscrits. إذن وراء هذا الجامع وراء جامع القراوين هناك مكتبة تتضمن حوالي 3000 مانسكري تتضمن حوالي 3000 مخطوط. فهل اطلعنا على هذه المخطوطات بدل التمسح مثلا بالأضرحة؟ طبعا لا يمكنني أن أحكم في مشروعية هذه الأضرحة، هل هي جائزة أو غير جائزة، هذا يعود للعلماء. لكن من حيث الأفعال التي تمارس في هذه الأضرحة، فالعقل البسيط، فالعقل المتواضع، شيء من العقل، شيء من المنطق، يقول بأن هذه أمور لا تمت للعقل بصلة ولا تمت للحقيقة بصلة. يجب أن نعلم هنا بأن الأصنام التي كان يعبدها المشركون، في الأصل هذه الأصنام صنعات من أجل تخليد أشخاص طيبين خيرين كان الناس يحبونهم. الجيل الأول يعرف لماذا وضع هذه الأصنام، يعرف بأن هذه الأصنام وضعت فقط من أجل تخليد أشخاص معينين. لكن الجيل الذي بعده تحول عند هذا الحب إلى شيء من التقديس، ثم الجيل الذي يليه ثم الجيل الذي يليه، حتى أصبح الناس يعبدون هذه الأصنام. نفس الشيء يحدث مع الأضرحة. الأضرحة وضعت في البداية من أجل تخليد أشخاص معينين، ثم زيارتهم والدعاء لهم إلى آخره، لكنها تحولت إلى بعد آخر غير موجود في الإسلام أصلا. للأسف أنها تأخذ هذا البعد كأنه من الإسلام، وهو ليس من الإسلام في شيء. إذا كانت الأصنام التي وضعت في البداية لأشخاص من أجل تذكرهم وتحولت إلى معبودات فيما بعد، ثم أنها استغلت من آخرين، أصبحت تحمل لها القرابين والهدايا وتذبح لها إلى آخره، ثم يأتيها الناس بهدايا طبعا فيستفيد منها أصحاب هذه الأصنام. فاليوم أيضا الأضرحة يأتيها الناس من كل مكان، وأكيد أن هناك أشخاص يستفيدون من وراء هذه الأضرحة لا شك، والضحية هم الأشخاص، فلهم منطقيا يشغلون أنفسهم بما هو جاد، طبعا يشغلون أنفسهم بأعمال لا مردودية وراءها، بل أن ما يأتونه يحط من قدرهم ومن عقلهم ومن نفسيتهم، إذن يلعب دور عكسي على الأشخاص. فلماذا الإنسان يدخل نفسه في متاع؟ الإسلام واضح، فالله سبحانه وتعالى الخالق الذي يمنح البركة ويمنح الرزق ويمنح السعادة ويمنح كل شيء، فالله سبحانه وتعالى الخالق الذي يمنح الرزق ويمنح البركة ويمنح العافية والسعادة والصحة ويستطيع أن يمنح كما يشاء، الله سبحانه وتعالى الذي يمنح كل هذه الأشياء يدعوك لتستعمل عقلك ولتتوكل عليه، ويدعوك بأن لا تكون مغفلا، ولا يريدك أن تكون مغفلا يستغلك الدجالون. ربما اليوم نقرأ عن المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام فنستصغر عقولهم، لكن لا نعلم بأننا اليوم نعبد الكثير من الأشياء ولا نرى ذلك ولا ننتبه لذلك. هذا هو المشكل. هناك أمور أخرى غير الأصنام نعبدها اليوم ولا ننتبه لها، نشغل أنفسنا بها دون جدوى، وهذا هو المشكل. هناك أصنام من نوع آخر اليوم، من نوع آخر يروج لها بشكل خطير، إذن علينا أن ننتبه وألا نستغل من هذا الجانب. طبعا لماذا قلت هذا؟ طبعا حسب الهدف الذي تكلمنا عنه في البداية، أوبجيكتيف انفورمي اي سانفورمي سور امونيمون، إذن أنك تخبر أو أنك تخبر عن معلمة، فنحن نتكلم عن معلمة. طبعا المآثر كما عندنا هنا تحمل في طياتها رسائل دينية خاطئة، تحمل في طياتها رسائل كما لو أنها دينية وهي غير دينية. هذا الذي أردت أن أنبه عليه حتى لا أكون مروجا لهذا الدجل الذي يحدث طبعا بطريقة غير مباشرة ودون شعور. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.